كلمة لا يمكن من أكثر الكلمات اللي بتوجهها الأم لطفلة بطريقة سريعة لما يطلب شي غرض أو شي مشوار وغيره، لكن هي مو دائماً بتكون دليل رفض، أوقات كاستجابة سريعة لطلباته لما تكون مشغولة. لكن للأسف مع مرور الوقت هالكلمة البسيطة يلي مؤلفة من حرفين حتفقد تأثيرها ومعناها وتنتج عنها ردود أفعال عكسية غير مرغوبة عند الأطفال. لهيك نصح الخبراء باستخدام عدة بدائل إيجابية ومنها: بالبداية قبل قول كلمة لا، على الأم أنه تسأل نفسها أنه الشيء اللي طلبه الطفل ممكن يؤذيه أو يكون سيء أو ممكن يفعله. إذا شعرتي أنه ممكن يتنفس طلبه قولي نعم، وحاولي تكوني معه وتشاركي الإحساس بالمغامرة والمرح والاكتشاف. حسب مستشاري الأسرة والتربية، الكلمة بتفقد معناها لما منكررها مع الأطفال، فلما منقول عن تصرف خاطئ لا تعمله أو ترفض طلبه، هالشي بصير عكسه عن فضول الأطفال باعتباره بحب الاطلاع على كل شي حواليه وتجربة أي شي بنفسه. لهيك من الأفضل أنه الأم تفكر بالموقف بطريقة مختلفة وتستخدم خيارات بديلة عن قول لا بكل موقف لحتى ما ينصاب بالإحباط وعدم الثقة. على الأم أنه تكون إيجابية ولطيفة بردودها مع رفض طلب الطفل وتشرح السبب المواقف يلي ما بتتوفر فيها خيارات بديلة، أو حتى تحاول تستخدم أسلوب الرفض بصياغة مناسبة. على سبيل المثال، بدل قول كلمة لا تلعب بالكرة بغرفتك، ممكن تقول تذكر أن اللعب بالكرة بيكون فقط خارج البيت. بحب الطفل أنه يشعر بالاستقلالية والسيطرة، فبدل مثلاً رفض الأم نهائياً لطلبه بتناول الحلوى أو قطعة شوكولا، عرضي عليه اختيارات تانية بفضلها، على سبيل المثال شرائح التفاح أو الموز. إذا لفت انتباه الطفل شي بالمتجر، لازم الأم تحاول تشغل انتباهه بأمر تاني مثلاً، وتسأله عن شي معين أو تطلب مساعدته بالتسوق حتى ينشغل عن طلب الألعاب أو الأكلات الحلوة.